والناس لا كان جيتها من الساعة 1 الظهر. اسمع لا وزني وكل من الهمبرجر لا قلت الاعلان لا وزني وصك مخي صك في الطريق يصوت يصوت قام طلع على واحد طلع من الهمبرجر لا وزني كذا ما تدري ان كم واحد قال بس الله صدق خبر قال واحد عليها زي المينيز والثاني عليها الصوص كانت انت ايه ايه كان انت هو قال لي تقول سام قلت له بس بذوقها ما قلت ما تقول سام والله بس قلت بذوقها هو اللي كان له هو اللي كان قلت له سام تويا كلمت مريض بشيش عليك بعدين بشيشون الشباب عليك قال لي لا تقول لاحد ما عليك منهم وانا بس ضقت والله ما اكلت لا تقول لاحد ها كم واحد اكلت الله يسلمك انتين لا علي بالعافيه عليك بالعافية الله يعافيك بس لا هو شريك وياي ما تكفيك ثنتين كان كلت أربع خمس والله عليك بالعافية الله يسعدك قلت حق الإعلان يعني ما زعلت علي إيه ليش أزعل علي إحنا ما جبنا ولا حق الأكل عليك بألف عافية حبيبي الله يعافيك أنا جايبة حق أكل ليش ما خليتني أكل وياه انحرمت أنا كلت نتفة بس أذوقه اعترف إنك كل أذوقه بس والله نتفة والله ما كنت جاي بس انا نازله عليك بالعافيه بعد عمري تفضل تفضل حياك ابو كيان حياك نازل الاعلان اي نازله حياك ابو كيان حياك تفضل ابو كيان تفضل ما كلت لك الا واحده بس كلت لك ثلاثة اربع احنا ما جبنا الا حق الاكل خفت ان انتم يعني تبون تاكلون ولا لا بعد عمري احنا ما جبنا الا حق الاكل سكر بالخير ابو محمد شلونك طيب استريح ابو كيان استريح حبيبي سهل. اجل تقول كلت في الطريق وانت جاي اي يلا سامع واحد عليك بالعافيه عليك اقول لك يا اخوي سمسم اخوك ذا مطرشين يجيب لنا برجر حلو جيب لنا برجر برجر وهو جاي في الطريق كله ثنتين ما ادري ثلاث يرضيك الحكي واحنا خليني يعني ما كنا نقدر نستنى ما كنا نقدر نستنى واحنا قاعدين ننتظر ما يرضيني هالحكي ما يرضيني ما يرضيك اجيب لك حل انا شفت عليه بالعافيه توي الله يسلمك لا لا كنا اسوي فيه قل لي دابكو كل يوم ادبح بس مو بالحال يلا سلمك كل شيء اسوي فيه شو ما تستعد شاب لا تكلمت انت اسكت شاب كابو يا سامي اقول لك شاب ايه قال لك شاب شاب والله ان شاء الله شاب قلت لك شاب ادبه يا سامي ادبه خليها يثقل شوي كابو كابو ايش تجيب البرجر بين ترتك لي ثنتين واحد الهمبرجر واحد ما اشوف الطريق سكاني قال لي يلا قم تاكل شاب ولا كلمه شاب اسكت ولا كلمه لا عمك واحد ما لا داخل بدون شاب حتى انا بعد اسكت لا تتكلم ان شاء الله اسكت ان شاء الله لا تتكلم ان شاء الله لا تتكلم لا تبط شابي اسكت ان شاء الله شاب قلنا ان شاء متى تتأدب قل لي متى تتأدب مطرشك على شيء مرة مطرشي على عصير قلت له جيب خمسة ما جاب لي اثنين بقي شراب عصير لبن ولبن غيره ده غيره عرف